تفضل يا أخي محمد من حائل. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير، ما نكلف عليك، نبي نختصر. تفضل. في بسأل الشيخ، ما صحة الحديث اللي يقول إذا يعني بعد غيوب الشمس أو جناح الليل انتشرت الشياطين حين ذاك، وفكفوا أولادكم وغطوا أناكم، يا حنا من تجاربنا يعني دائما الآن الكوارث تصير في هذا الوقت من حوادث ومن حرائق ومن كذا، وهل هذا الحديث صحيح؟ وأنا ما أعرف أحد الآن يعمل واضح. من الماء. واضح السؤال يا أبو عبد. تسلم، الله يجزاك خير. شكرا، تفضل يا شيخ. نعم، يقول هل ورد حديث بأنه إذا غربت الشمس تنتشر الشياطين فكفوا أولادكم وغطوا أسقيتكم؟ نعم، ورد بهذا حديث وحديث جيدة، والعمل بها طيب. إذا غشى الليل فإنهم يكفون أولادهم عن الانتشار لئلا يحصل لهم شيء من الضرر، ويغطوا آنيتهم أن يصيبها شيء مما ينزل من الجو. الحديث من هذا من الآداب الشرعية، هذا الحديث من أحاديث الآداب الشرعية التي العمل بها من صالح المسلمين. نعم.